الفترة الحالية اللي دا تعيشها هي فترة تعلم واكتساب خبرة ومعرفة بهذه الحياة، عندما تلهي نفسك بأشياء وأنت بطريق تحقيق أهدافك، فاعلم أنك قاتل لأثمن ما في حياتك كلها، ألا وهو الوقت. عندما لن تحصل على العلم والثقافة وأنت في عمرك هذا، من الصعوبة أن تحصل عليهما عندما تكبر. وإذا لم تعرف كيف تكسب مهارة أو حرفة أو صنعة وأنت في هذا العمر، لن تحصل عليهم عندما تكبر. الوقت الذي تعيشه الآن بغض النظر عن الظروف هو وقت اكتساب العلم والخبرة والمعرفة والمهارة، ولا تتأمل وجود أوقات إضافية عندما ينتهي الوقت الأصلي. اجتهد منذ الآن باستغلال كل ثانية، لأن الوقت كنز من الصعب تعويضه إن فقد.